يستهدف هذا المشروع حوالي 30,000 أسرة موجودة بإذلب وحلب، ونأمل أن تعيد هذه السلة ذكريات الماضي وتلبي احتياجات الحاضر للمستفيدين بالداخل السوري. حالتنا على الصفر، كل هالعالم يعني صارت نفس الشيء، لا شغل لا شيء، يعني الحزب احنا بحاجة كل شيء. اللي صارت العالم تبيع من ثيابها، والله يشهد علي انا الوحيدة بعت من ثيابي وثياب اولادي وصرت اجيب اكل اولادي، والله العظيم كان عيد علينا. اليوم بدها تجي سلات، بس الحزين بعد نستناهن، والله نستني اهل الخير، الله يكثر خيرهم بجاه حبيب محمد ولا يضوقهم اللي ضدنا يا رب. فيها زيت، فيها 5 كيلو سكر، فيها غنيتين زيت وفيها علبة دبس بندورة، فيها زيتون، عدس، فيها عدس مجروش، يعني فيها الله يكثر خيرهم يا رب جال حبيب محمد، فيها برغل، فيها يعني تمشينا الله يشهد علي لما تجينا كان عيد علينا.